نعم هم مو كل الشباب التشريني، ولكن هم فئة محددة، ولكن اليوم هم ذولا يحاولون يوصلوا رسالة على أن هم استحقاقاتهم والوعود التي وعدوا بها لم تتحقق، وبالتالي رجعوا إلى الميدان، وبالتالي يريدون الانتخابات مقاطعتها وإلى آخره. الكتل السياسية نرجع عليها، لابد أن تعيد النظر لماذا هذا لماذا هذه الأصوات التي بدأت ترتفع لمقاطعة الانتخابات. حقيقة احنا كمشاهدي ومتابعين للمشهد السياسي العراقي تلاحظين انه بعد الاغتيالات التي بدأت بالنشطاء الشباب اللي هم من الوزني والمشهداني والآخرين هي التي أدت الى ارتفاع الأصوات من الشباب بالذات. نعم. التشريني، واني طبعا نقول حقهم، يعني تقصد ان السلاح المنفلت شنو تقصد؟ بالتاكيد يعني ايضا السلاح المنفلت اللي حقيقه عندما كان او استعرض في بغداد بالايام الاخيره ارسل رساله سلبيه للعالم، وان الحقيقه ايضا الامم المتحده ايضا بدات عندها الخشيه بهذا الاتجاه، لان اليوم انه يقول لك انه اليوم الامن مهم جدا، وبالتالي اذا ما حافظنا على الامن كيف سنحافظ على امن الانتخابات وضمان نزاهتها؟ نعم. لان اليوم احنا اذا ما حافظنا على الامن العام بالتالي الامن الانتخابي جزء مهم من الامن العام. نعم. فبالتالي اذا ما حافظنا على هاي الرساله السلبيه اللي صارت باغتيال النشطاء الشباب والاستعراض المسلح اللي في بغداد ادى الى نضوج هذا الراي. نعم. الاممي، وادى الى هذه التداخلات والمحاولة بإيجاد لوبي لهذا. نعم. الموضوع، ولكن حقيقة احنا نشوف اليوم الشباب التشريني انه لو ينطي فرصة اخرى لإجراء انتخابات بموعدها اللي المبكر 10/10، وطبعا هو الرجل من ضمن برنامج الحكومة انه انتخابات مبكرة، صح الفترة المتبقية بحدود 6 أشهر عن الموعد الرئيسي، ولكن أنا أحس أكو وعي بهذه الانتخابات التي ستكون مبكرة، أكو وعي شبابي من شمال العراق إلى جنوبه، وإحنا أيضا أبناء يعني أبناء محافظات ونقرأ الشارع. أتوقع أنه هذه الانتخابات على نظامها الجديد طبعا الدوائر غير النظام سانت ليغو القديم، راح تفرز أبناء مناطق حقيقيين وشخصيات كبيرة جدا ستبتعد عن المشهد السياسي. نعم. وطبعا هو هذا اللي هم الكتل السياسية الكبيرة التي تعظ من هذا التصريح. نعم. تتكلم بالعلن مع الانتخابات، ومن تحت الطاولة تقول انه احنا ما نريد انتخابات، يقعدون على الطاولة المستديرة يريدون ينطون الانتخابات المبكرة في موعدها للبقاء والسيطرة على المشهد. لكن سيد مخلف، يعني فتح ملفات الفساد لبعض المرشحين هل هو جزء من التسقيط السياسي مثل ما تحدث بعض السياسيين؟ قال لك بدأ التسقيط السياسي وبدأ فتح الملفات. نعم جزء مهم، وخير دليل احنا نعتبر دكتور جمال كربولي مهندس او حجر اساس في العملية السياسية برمتها وليس لمكون السني. نعم. ضربة احنا نعتبرها استهداف ولي أذرع قبل حجر الأساس ما يغلط ما يسوي فساد. أوكي. حجر فساد. نعم 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 بالعملية أقصد السياسية. أقصد يصير فساد، ولكن اليوم بهذا التوقيت. نعم. احنا نعتبرها استهداف، يعني تقصد أن التوقيت كان باستهداف. نعم نعم. أما هو حقيقة الكلمة الفصل لهذه الشخصيات جمال أو دونها هي مرهونة بالكلمة الفصل ستكون للقضاء عندما. نعم. يعرضون، هو القضاء من يقرر المدان او الفاسد. نعم. واحنا نعتبر استهداف، يعني استهداف قبل الانتخابات. نعم. صار بالضبط. نعم. اما هي كلمه الفصل للقضاء. نعم. راح يكون القضاء هو كلمه الفصل ان كان تتوقع هناك ضغوطات ربما راح تبقي السيد جمال كربولي محتجز او يعني بالسجن لحين ما تنتهي الانتخابات وبعدين يتم التحقيق معه؟ نتوقع نتوقع نتوقع، لانه اليوم صار له تقريبا حدود اكثر بحدود راح يقارب على الشهرين، ولحد اليوم لم يعرض على القاضي بالدلاله. نعم احنا تاكدنا وتابعنا الموضوع، هو لا زال يعني قيد التحقيق. نعم. ولكن نتامل خيرا بعد ان يعرض للقضاء. نعم. وهذا جزء من الاستهداف اللي جنابك تعرضتي عليه، يعني قلتي انه هل تفتح ملفات فساد؟ نعم. نعم. أنا أعتبر احنا ضمن تحالف عزم، لانه هو رجل احد قيادي تحالف ومؤسسي تحالف عزم.